أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين أقيموا صفوفكم ترافقوا واعتدلوا يرحمكم الله الله أكبر 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح
فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله من الحمد الله أكبر 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. 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 ما تجدد إنعام وتكرر. الله أكبر. ما يسر الخالق ما تعسر. الله أكبر. ما توالى الإحسان منه وتقرر. الله أكبر. ما أعقبت عافية بلاء فامنحا واندثر. الله أكبر. ما تبتل مؤمن لربه فأناب واستقام وتطهر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الحمد لله. قضى وقدر وحكم فنهى وأمر وعلم فستر وغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق كل شيء بقدر وكل صغير وكبير مستقر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الطاهر المطهر صلى الله وسلم عليه بالعشي والبكر ورضي عن آله وصحبه أولي النهى والفكر وعلى كل من تاب من ذنبه واستغفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عباد الله، من سنن الله في الأكوان وقوانينه التي يجري بها الجديدان تسليط الابتلاء على رقاب العباد وإجراؤه عليهم في كل البلاد. خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولما كانت البشرية في هذا العصر مطمئنة إلى حياتها مزهوة باختراعاتها وتقنياتها سلط الله عليهم جندا من حيث لا يحتسبون وابتلاهم به من حيث لا يشعرون. لا ترده تقاناتهم ولا تعصم منه آلاتهم حتى أرعب الإنسانية جمعاء وأدخلها في دهاليز الظلماء. توقفت به الحياة أو كادت وعاشت فيه البشرية أحوالا ما سبقت ولا كانت. يخاف الإنسان من شيء ومن لا شيء حتى خيل إلى كل واحد أنه محاصر بهذا العدو في كل اتجاه. لا المال يغني فيه ولا السلطان ولا الجاه. ووقعت أحداث ضخام ووقائع عظام. أخليت المصانع والإدارات وأغلقت الحدود والمطارات. بل عطلت الجمع والجماعات ومنعت اللقاءات والاجتماعات.
ورهن سكان العالم بين الجدران، وحبسوا تحت الأسقف والحيطان، حتى كان الإنسان يتوجس من أخيه، ويرتاب الولد في تقبيل يد أمه وأبيه. فاضت أرواح بسبب الوباء، وافتقدنا كثيرا من الأحباب، ورحل عنا جمع من الجيران والأصحاب، لا يميز فيهم بين الشيب والشباب، لا يكاد يفرغ من تعازي بعضهم، حتى يفجع بنعي جديد منهم. افتقر أناس بين عشية وضحاها، واغتنى آخرون والجائحة تطحن رحاها، نزل ميزان أقوام ونسي أعلام، واليوم بفضل الله تتناقص وتتلاشى، وتستعيد الحياة طبيعتها وتتعافى، فعادت سبل الخيرات، وفاضت أسباب البركات، وعمتنا رحمة الباري، وعدنا إلى مضامير السباق والتباري، امتلأت بيوت الرحمن، وصبحت مزامير النشأ والقراء بالفرقان، وها هي صلاة العيد تزينت بها المصليات، وحفد إلى تخليدها المسلمون والمسلمات. فاللهم لك الحمد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ألم يقل الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ألم يقل الله سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدق قول ربنا حقا، وتحقق قول نبينا صدقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، تلك أحداث عظيمة ومجريات جسيمة، قدرها الله في سابق علمه، وأظهرها في وقته الذي شاء ببليغ حكمته وبالغ حكمه. ولا ينبغي للعاقل اللبيب أن تمر به دون تأمل وتعقيب، وإنه ليجدر بنا أن نقف مع أنفسنا وقفات للتأمل والاعتبار واستخلاص الفوائد والادكار، وهذه بعضها. أولا، أيها العبد، الحياة لن تتوقف بعد رحيلك، لكن حياتك هي التي تتوقف، ويأخذ غيرك مكانك، وتستمر الحياة. فإذا كان الأمر كذلك، فاجعل همك في هذه الحياة ما تقدم لنفسك لتجده بين يدي الله، ولا يشغل بالك مركزك ولا مكانك في المجتمع، فإنه حتما سيزول. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثانيا، أيها العبد، إن أحدا آخر لن يعمل العمل الصالح بديلا عنك إذا رحلت، فإذا لم تقدم
عملا صالحا لنفسك فمن يقدمه لك؟ فالذي يأتي بعدك يعمل لنفسه. فاستفق من غفلتك قبل الفوات، وتب إلى ربك قبل الممات. أخرج أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري القاضي المالكي بسنده إلى أبي إسحاق الحميسي قال: دخلت على يزيد الرقاشي وقت الظهيرة في بيتي وهو يتمرغ على الرمل مثل الجردة، وهو يقول: ويحك يا يزيد، من يصوم عنك؟ من يصلي عنك؟ من يترضى لك ربك من بعدك؟ ثالثا أيها العبد، الحياة إنما هي فرص، فإذا أتيحت لك فرصة لتعمل خيرا وتكسب معروفا فلا تفلتها، فقد يحال بينك وبينها ولا تعود. فقد أتى علينا وقت لا يتمنى فيه المسلم إلا أن يفتح له المسجد ليركع ركعة ويسجد سجدة، ومرت علينا فترات لا يشتهي فيها المؤمن إلا أن يسمع لكلام ربه غضا طريا، واختطف الوباء كثيرين كانوا يأملون أن يمهلوا ليستدركوا فائتا من عمل صالح، وهيهات. فعلى المسلم أن يستبق الخيرات على أي حال كان، فإن كان مريضا لا ينتظر حتى يشفى، وإن كان فقيرا لا ينتظر حتى يكون غنيا، وإن كان غائبا عن وطنه لا ينتظر حتى يعود. فربما كان الموت أسرع إليك من ذلك كله. قال خالد بن معدان: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق دونه. رابعا عباد الله، اعتياد النعمة ودوامها يفقد الإنسان لذتها، فكم نعمة لا يعدها الإنسان شيئا لأنه اعتادها، وكم منحة ربانية لا يعبأ بها بكثرة ما ألفها. انظروا مثلا إلى استنشاق هذا الهواء، لا نضرب له حسابا لأننا ألفناه واعتدناه، لكن ظهر للناس إبان الجائحة أن استنشاق الهوى أكبر نعم هذه الحياة. انظروا إلى نعمة الأمن، لا نعدها شيئا لأننا نعيش دوامها، لكن من يعيش آثار الحروب ومآسيها سيتذكر قيمة ذلك. وقس على هذا نعمة الإسلام، لا يعرف قيمته إلا من فقده، نعوذ بالله من ذلك. وقس على ذلك نعمة دخول المساجد، ما كنا نعدها شيئا حتى حرمنا منها. اجتماع الناس، الاجتماع على الصلوات، إقامة صلاة التراويح، هذه الصلاة صلاة العيد، نعمة اللقاء بالإخوان والأصحاب والأهل والجيران، نعمة المصافحة والمجالسة، نعم كثيرة لا يحصيها إلا الله، يتنعم بها العبد ولا يشعر. فإذا غفل العباد سلب منهم الرب بعضها ليتذكروا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خامسا أيها العبد، احذر من نسيان النعم واحتقارها بسبب تعودك عليها، ف
فقد أنكر الله على قريش إيلافهم استقامة مصالحهم برحلة الشتاء والصيف دون النظر لواهب تلك النعم ومديمها، فكفروا بالنعمة، ومن كفران النعمة أن تألفها فلا تراها نعمة. وأنكر الله على أهل سبأ تذمرهم مما فتح عليهم من النعم العظيمة حتى سألوا الله أن يبدلهم بها غيرها، وذلك بسبب الإيلاف والاعتياد وعدم الشكر لرب العباد. قال الله تعالى عنهم: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، إلى أن قال سبحانه: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، إلى آخر الآيات. وقد وجد بعض الصالحين أن هذا الإلف للنعمة يمنعه من الإحساس بلذة ما هو فيه منها، فاختار طريقة يجدد بها نشاطه. أخرج البلاذري في أنسابه بسنده إلى مسلم الخواص قال: كان الربيع بن خيثم قد حفر في داره قبرا، فإذا وجد في قلبه قسوة أو جفوة جاء فاضطجع في القبر فيمكث فيه ما شاء الله، ثم يقول: ربي ارجعون، ربي ارجعون، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يقول: يا ربيع قد أرجعت فاعمل الآن قبل أن لا ترجع. يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعرفون نعمه بدوامها وازديادها، لا ممن يعرفونها بفقدها وزوالها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من فضله ورده، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم في ملكوته ومجده، وأشهد أنه أوحى برسالته إلى محمد رسوله وعبده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل وده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، ها نحن نودع شهر رمضان وقد كان مزينا بموائد الرحمن الممدودة ومجالس الذكر العامرة الممسوطة، وها أنتم قد أشبعتم رغبتكم بعد أن منعتم ونلتم نهمتكم، تقبل الله منكم ونفعكم. ولكن لا تنسوا رحمكم الله أن ذاك كل إنما يؤتي أكله بعد رمضان، وأننا في ثنايا الشهر نتدرب على تقوى الرحمن، على الصبر والحلم والإيثار والإحسان، على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، على الموازنة بين متطلبات الروح والجسد لما بعد رمضان. وها أنتم
تخرجتم من مدرسته فلتظهر عليكم نتائج النجاح، واثبتوا أمام إغراءات العدو الذي كان مصفداً في رمضان، واليوم أصبح حراً طليقاً يتوعد بالنكاية ويتربص بالكيد والغواية. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من شره. فدم أيها العبد على انتباهك، وخذ حذرك منه ولا تكن من الغافلين، واتخذ من المداومة على الطاعة وسيلة لصده وقمعه، فذاك شأن الأنبياء وعباد الله الصالحين. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أدومها وإن قل. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه. فكونوا عباد الله من الذاكرين الشاكرين، داوموا على طاعة الله لتكونوا من المخلصين. صلوا من قطعكم، وأعطوا من حرمكم، وأحسنوا إلى من أساء إليكم، فالعيد سبب للود والصفاء ونقاء القلوب ونبذ الجفاء. ابذلوا المعروف وامتثلوا أوامر ربكم واجتنبوا نواهيه، وساهموا في بناء أمتكم ومجتمعكم ونشر الخير والأمن والمحبة والتآلف فيما بينكم. هذا وإني داع فأمنوا. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفيك نفيك أصبحنا وأمسينا، فلك الحمد ولك الشكر. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. نسألك أن تتوج عملنا بالقبول، وأن تختم لنا شهر رمضان بالعتق والغفران، وأن ترزقنا علما نافعا ورزقا طيبا مباركا، وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا زاكيا، وأن تهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين وسعادة المتقين، وأن تجعل لنا نورا في حياتنا، ونورا في مماتنا، ونورا في قبورنا، ونورا نتوصل به إليك، ونورا نفوز به لديك. فإنا ببابك سائلون، ولنوالك متعرضون. اللهم أيد بالحق أمير المؤمنين محمدا السادس، وأيد الحق به، وارزقه اتباعه والعمل به، وأسغر عليه رداء الصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده مولانا الحسن، وشد أزره بشقيقه الرشيد وبسائر أفراد أسرته الشريفة. اللهم احفظ على شعب المغرب وحدته، وأدم عليه نعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة الرخاء والاستقرار، وعلى سائر إخواننا المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم ما ضيعوا من حقك بسببنا، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، واغفر لخاصتنا وعامتنا، وارحم كافة أموات المسلمين، وارحمنا معهم في الدنيا والآخرة. اللهم يا مالك الأمر، نسألك أن تنصر دينك المبين وعبادك الصالحين. اللهم أيد المجاهدين والمقاومين، وانصر المظلومين والمضطهدين، واحقن دماء المسلمين، وعصمهم من الفتن، ولا تجعل الكفار عليهم سبيلا. اللهم هؤلاء عبادك، دعوتهم فأجابوا، وأمرتهم فأطاعوا، خرجوا لهذا الصعيد يرجون ثوابك، ويخشون عذابك، ويشكرون نعمتك، ويرقبون جائزتك. فآمنهم ما يرجون، وأمنهم مما يخافون، وآتهم سؤلهم، واقض حوائجهم، واقبل منهم ما كان من صالح العمل،
واجبر ما فيه من النقص والخلل، فإنك أنت الجواد الكريم الغني الحميد الغفور الشكور. هذا جهدنا وعليك التكبار، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عيدكم مبارك سعيد، أعاده الله عليكم وعلى أمة الإسلام بالنصر والتمكين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.